ممكن عندنا واحد جوج اجتماعات مع المؤسسة الإدارة ديالها، وفي الأخر من بعد واحد جوج ديال الاجتماعات خرجوا لنا بواحد البيان اللي حنا سميناه بيان الجبن والعار. هذا البيان تتهمنا حنا فيه بأنه تنتملصوا، تتهم بأنه تراخي ديال الوليدات وديالنا حنا كآباء مع أولادنا، يعني أننا حنا لا حنا ولا أولادنا حنا ناقصين ديال التربية وعدم الشق المادي، وأنه حنا كنا قلنا لهم غنعطوكم هدية من عندنا 50%، حنا غنعطوها لهم هدية لأن التعليم اللي تعطى لا يستحق، وقلنا لهم غنعطوكم هدية 50%، فكان الرد هو أنه هزيل جدا، قال لك أنه غادي تتنازلوا على 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 المستحقات ديال الترونسبور. أولا المستحقات ديال الترونسبور ماشي مسألة تعاقدية اللي تتهضر عليها أنت بأنك تتسامح فيها، تيقول لك أنه غيعفوا البتيت سيكسيون هما اللي غيعفوهم، بالخلاف ديال الآخرين ما غيعفوهمش، وتيهضروا بأنهم قدموا لنا منتوج شربوي جيد. وانا تنحي لكم على واحد المساله، واش هذا تربوي؟ هذا منتوج شرباوي؟ هذا منتوج شرباوي اللي تتصيفط لوليداتنا؟ انا تنطالب من المنبر ديالكم، تنطالب بمجموعه ديال الحوايج. اولا على قبل لانه هما انتقدوا حتى القرار ديال وزاره التعليم، تنطالب بانه السيد الوزير سعيد عمزات يدخل في الخط معنا، النيابه ديال التعليم حتى يدخل، الاكاديمي ديال التعليم ديال جهه طنجه تطوان الحسيمه حتى يدخل على الخط، لانه هذا فيه مساس بالحق ديالهم. هذا اولا. تنطلب من انه جمعيه المستهلك حتى يدخل على الخط، لان هاد الناس باغيين ينهبوا لينا فلوسنا، باغينا نخلصوا لهم على واحد المنتوج اللي ما تعطاش اصلا. وتنطلب كذلك من جمعيه تقيس ولدي حتى يدخل على الخط، لان هاد الناس يتهموا وليداتنا بانهم تراخي. لا يعقل ان هاد الناس هادو تيجوا اليوم وباغيين يعاودوا فينا حنا التربيه. هذا ومساله اخرى اللي بغيت نشير لها، هما شاروا لها هاد الناس بزاف عليهم يكونوا الناس ديال التعليم، لانهم هما شاروا فيها في البلاغ ديالهم، تيهضروا تيقول لك حنا مؤسسه مقاوله ربحيه. اذا من انت مؤسسه ربحيه؟ من انت مؤسسه ربحيه؟ كاين العرض والطلب، اش قدمتي لي انت كعرض باش انني نخلصك عليه؟ مستوى هزيل في الاجتماعات، يلاه بداو يتداركوا. حتى درنا لهم حنا النصيحه، تنصحناهم بانهم خصهم يديروا دروس تفاعليه، عاد واش بداو تيتحركوا مؤخرا؟ اين كنتم؟ واش عباد الله هذه مؤسسة ديال 20 عام؟ حشومة تكون 20 عام؟ طالبناهم مسألة أنهم هي يكونوا بحال المؤسسات الأخرين الخاصة اللي داروا مجهودات، ما داروا حتى مجهود، وفي الأخير بلاغ ديال الجبن والعار وديال التعنت. هاد الناس هادو بزاف عليهم يديروا بلاغات، كبير عليهم يديروا بلاغات. ها هو الرد ديالنا، والرد ديالنا في المستوى بلاغ تربوي، بلاغ تعليمي، ماشي حضاري، ماشي ديال المعلم بالشكاره ديالو اللي تيقول لك باننا مقاوله ربحيه. لا كنتي مقاوله ربحيه خصنا نتعاملوا، وحنا دابا تنقول لك لا كنا تنهضروا معكم تنقول لكم عطيكم 50% هديه من عندنا، لان ما كاينش عندنا في العقد انه كاين دروس افتراضيه عن بعد، ما كايناش. جينا حنا بغينا حنا جينا قلنا نحملوا معكم الهم. مساله اخرى اللي تيهضر لك تيقول لك حنا عندنا مصاريف، هذاك التسجيل واجبه التسجيل اللي فيها لاسيرونس شحال تتخلص فيها؟ هي هذيك تكفيكم، تتخلص على 10 دراهم على الطفل، حتى 5 دراهم، حتى 25 درهم، تتاخذ من عندي حتى 1400. حاجه اخرى انت تقول لي انت مقاوله ربحيه، واخا سيدي انت مقاوله ربحيه، المقاوله تتخضع للمنطق ديال الربح والخساره، هذا هو المنطق اللي تتخضع عليه. كيفاش انتم تكونوا غير ربحيه رابحين صافي، ما تكونوش تخسروا؟ لا خصكم تخسروا، واخا انني تنستبعد بانهم تيخسروا، هما عندهم تيربحوا. ولا هاد المشاريع عباد الله باش تسمى هاد التوسيع ديال المؤسسه باش دار فلوسنا هاد ومازال مشاريع اخرى لا نعلمها، ولكن هاد التوسيع هذا فلوسنا حنا باش دار، وجيهم تجي تهضر لي على الخساره. السلام عليكم، انا ام لطفلين في مؤسسه النور. اليوم تجمعنا حنا الاباء هنا باش نددوا بمجموعه الامور. كنظن الزميل ديالي ذكرها قبل مني، يعني ولي الامر اللي قبل مني اللي تكلم. انا غنتكلم على حاجه اخرى اللي فعلا حزات في النفس ديالي، هو البلاغ اللي نشرته المؤسسه هذا الاسبوع هذا، اللي كتقول فيه ان الاباء ما طلبوا بالتخفيض حتى عرفوا ان الوزاره وزاره التربيه الوطنيه على الناس على نجاح جميع التلاميذ. هذا اتهام لينا حنا كاباء، في الاتهام في الشرف ديالنا وفي المبادئ ديالنا، انهم يتهمونا بالتحايل، اننا ما طلبنا بالتخفيض حتى عرفنا ولادنا نجحوا. ما معنى هذا؟
هذا الكلام ما كاينش. حنا طلبنا بالتخفيضات لان المدرسه فعلا كانت مقصره خلال فتره الحجر الصحي، ما عطاتش لولادنا يعني داك التعليم اللي حنا كننتظروه منها. كانت المواد او وسائل العمل جد هزيله، المستندات اللي كانوا كيصيفطوا لنا الكاليتي ديالهم خايبه بزاف. ما عرفتش انا حنا علاش كنشريو 2000 درهم د الكتب في اول السنه، الى دابا هذوك الكتب تركنوا ولينا مطالبين باننا نديروا اننا نطبعوا اوراق جديده ونتحملوا اعباء ديال المصاريف ديال الطباعه لامبريموند المداد الاوراق. علاش هادشي كامل؟ علاش ما يخدموش بالكتوبه اللي كنشريوهم وكنحطوا فيهم الفلاوس اول السنه؟ علاش هذيك هذاك الاهمال؟ علاش؟ هذه هي المساله اللي بغيت نشير لها. انا حزات في نفسي بزاف هذه الفكره انهم يتهمونا بالتحايل، الصراحه كانت مؤلمه بزاف. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.